السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعمل امبورت واكسبورت في برنامج فيديو سكرايب؟ احنا اتكلمنا عن البرنامج ده قبل كده، برنامج كويس جدا اساس تعمل فيلم ظريف، صور بتتحرك بحركات خفيفة. تمام، خلينا نبص على حاجة زي كده. اقول له اوبن، ده مثلا مثال للحاجة اللي بتعمل. وترى شرحنا قبل كده، بس تعالى بقى نعمل اكسبورت وامبورت. لما اجي احب اعمل اكسبورت، اول ما افتح بيجيب لي هنا بيقول لي اكسبورت تو دوت سكرايب فايل، فبروح مصدر له الملف سكرايب في اي مكان انا عايزه، وليكن مثلا على الديسكتوب مثلا. سيف. استورده تاني بقى ازاي؟ بتيجي من الشاشه اللي تحت ديت، بتقول له امبورت سكرايب روم الكمبيوتر، وتختار الحاجه اللي انت عايزها وتقول له اوبن، فيفتح لك السكرايب اللي انت عامله.